عليه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ابن دير مكلف بالعلاقات الخارجية والتظاهرات العلمية والنشاطات سيدنا ابن دير الجامعة المكلف بالتنمية والاستشراف السيدة عميد كلية العلوم والتكنولوجيا السيدة رئيس قسم علوم المادة ورئيس هذا الملتقى زملائي الأساتذة أبناء الطلبة ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية خاصة لضيوف الشرف أخي وصديقي أبو المؤمن قدري جامعة سوق حراس أخي وصديقي أستاذ شمس الدين جامعة باتنا وكل الضيوف الآخرين أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جامعة بسرور هذا الملتقى حول علوم المواد يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لي لاعتبارات معينة أولا لأنه الملتقى الأول دائما الأول فيه نكهة خاصة طعم خاص إن شاء الله ما يكونش الأخير وثانيا لأنه الأول في قسم علوم المادة باعتباري بسبب التخصص أنتمي لهذا القسم وأيضا لأنه الأول حضوريا بعد عامين من الغياب بسبب جائحة كورونا فتشرفنا باستقبال باحثين وطلبة دكتوراه من مختلف الجامعات وهذا حدث بالنسبة لنا لأنه الأول كما قلت منذ أكثر من سنتين يكتسي أيضا هذا الملتقى أهمية خاصة باعتباره يتناول مواضيع مختلفة مواضيع شتى في علوم المواد وفي الهندسة أنا أحبذ لو يخرج هذا الملتقى ببعض التوصيات معليش هم فين التوصيات نخلوهم في الأخر لكن معليش نقولهم طول يا حبذا لو يكون طبعا هذا مستمر ودوري مثلا مرة كل سنتين ويكتسي الطابع الدولي لأنه حسب ما سيعرض فيه أنا طلعت على بعض الريزومي فهي ذات مستوى عالمي يترقى لأن يكون إن شاء الله في الطابعة الثانية يكتسي الطابع الدولي ويكون دوريا مرة كل سنتين وبابور إما لزاني بير ولا لزاني بير ونتمنىكم إن شاء الله طول العمر هذه التوصية الأولى التوصية الثانية أتمنى أيضا من اللجنة المنظمة واللجنة العلمية خاصة أنه في كل دورة يكون عنده أنتام بيان ديفيني ما يكونش هكا ملتي ديسيبلينير وفقط يكون عنده أنتام يتناول أنتام تاع يعني الذي يصنع الحدث مانيش عارف قادر مثلا مرة نديرو لي بيو ماتيريو مرة نديرو لي نانو ماتيريو ومافوار المهم هذه تقال لأهل الاختصاص والناشطين والباحثين في مخابر البحث كل سنة أو كل دورة نعطوها أن غرون تام وتنبثق تحته طبعا لديه سوتام في التخصص دائما ولا يمنع أن يكون فيه لي فيزيسيان لي شيميست لي ميكانيسيان لي إلكترونيسيان تو الموند بي بارتيسيبي في حدث علمي من هذا النوع ايضا شيء مميز ايضا في هذا الملتقى انه عنده الرقم اللي هي SSL ولو بروسيدينغ تاعو طبعا مرقم ويسمح للباحثين باستعمال هذه المشاركه في يعني سافا اتر ان بلوس في سي في تاع تو الموند كو سوسوا ان ايتيديون en post-graduation ou la annonce de chercheur ou bien l'idafa il a le selected papers il y a un écouté il y a un écouté il y a un écouté bon, le marre il y a un écouté il y a un écouté B et inshallah il y a un écouté il y a un écouté inshallah il y a des revues spécialisées A ou A plus الحدث الآخر المميز راح يكون الأسبوع القادم واللي تفضل بذكره عميد الكلية اللي هو استضافة جامعة خانشتاين الأستاذ بوكطايا
وحدث أيضا بالنسبة لنا مهم جدا، وأدعوكم جميعا للمشاركة سواء حضوريا أو عن بعد في هذا الوركشوب اللي رايح يتكلم على موضوع يهمنا جميعا، writing in top journals. السيد هذا ديروا جوجل فقط سكولر، شوفوا شكون هو مسيو بوكطايا، لانديس اش تي او جوكرو 150 ولا ما شحال. السيد خبير عالمي ومستشار في الايثر والزوب، ويقدم هذه الوركشوب في كل انحاء العالم اللي تريدو موندي في بارتو دو موند باش يقدم هذا الوركشوب، ويقدموه ماشي غراتويتو. حنا عندنا الحظ اننا نجيبوه يقعد معنا اون جورني كامله وغراتويتو بارمي 3 او 4 يونيفرسيتي الجيريه كي شوازي النباق سنتينا والجي جكوا وخرج. فانتم مدعوون جميعا لحضور هذا الحدث ايضا اللي راح يكون يوم الخميس المقبل ان شاء الله يوم 7 جويلية. ما نطولش بزاف، في نهاية هذه الكلمة أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الملتقى، وعلى رأسهم رئيس الملتقى الأستاذ عزيز، طبعا لجنة التنظيم برئاسة الأستاذ شيتور، اللجنة العلمية برئاسة الأستاذ فلاح، وكل المساهمين، مركز الشبكات، خليج الإعلام، مدراء المخابر الذين شاركوا أيضا في تمويل هذا الملتقى، مديرية الخدمات الجامعية أيضا التي تكفلت بتوفير الإطعام، كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الملتقى. الشكر موصول طبعا لعميد الكلية، لنائب مدير جامعة العلاقات الخارجية والنشاطات، الذين اللذان وفر كل الإمكانيات لإنجاح هذه التظاهرة. وبما أننا على مشارف الاحتفال بستينية الاستقلال، إن شاء الله حفل نهاية السنة راح يكون يوم 4 جويلية، يتزامن مع ذكرى 60 للاستقلال، إن شاء الله يكون عيد مجيد، وتنعم بلادنا دوما بالاستقرار والأمن ومستقبل مجيد إن شاء الله. نحن أيضا على مشارف عيد الأضحى، فعيدكم مبارك مسبقا، ونحن على مشارف العطلة الصيفية، عطلة سعيدة للجميع إن شاء الله. وأعلن رسميا افتتاح هذا الملتقى. والسلام.